احنا شغلتنا هنا هجم مش منظره. وفي ناس كتير من اللي معاهم فلوس الجردات دول بالنسبه لهم ساعه ذهب، العربيه، يعني ديكور يعني. من الاخر كده يا هوجن، الناس دي مفيش حاجه قلقاهم، يعني مفيش حاجه بتخوفهم. بس الشغل معاهم اخر دلع، اكل وشرب وخروج انتخى يعني. الشغل مع الباشا الكبير جردات بجد مفيهوش دلع. الباشا بتاعنا يا هوجن اطيب خلق الله، وبيعاملنا زي ولاده بالظبط. خلي بالك الباشا الكبير لو حبك اعتبر نفسك خلاص واحد من العيله. انت بتتكلم صح وكتاب الله، ده اني قلبي حب الباشا حب ربنا يعلى، وعشان كده اني رضيت اشتغل معاه. طب تعالى بقى اخدك لحبيبك، احنا هنا بس ظل، لا بنسمع ولا بنشوف ولا بنتكلم. حد عايزنا موجودين، محدش عايزنا اكننا مش موجودين. من الاخر كده هوجا ما بنخشش جوه غير لو كمال بيه طلبنا بنفسه او لميس هاني. اما نور هانم ما بتتعاملش معانا اصلا. اه بتبص لنا بقرف مش طايقانا. مين دول؟ مين لميس؟ اسمعني بس، خليك معايا، ده السلم اللي بيوديك لاوضه المكتب. ايوه ماني عارفه، ماني جيت مع لطفي الحراق ولا انتوا نسيتوا؟ اه يا اخويا لما كنت حرام. بس ما تقولش حرام. اظبط بقى يا هوجن، اخلص يا هوجن. اسمع يا ابني، انسى الهبل اللي كنت بتعمله زمان، خلاص انت دلوقتي بتشتغل في مكان محترم مع ناس محترمين. لا 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 القناة. السلام عليكم يا باشا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا هوجن، اتفضل يا حبيبي نفحة. عارف يا هوجن، سيدنا موسى سأل ربنا أعظم الأشياء، قال له ربي أرني أنظر إليك. عارف ده بيعلمنا إيه؟ إيه يا باشا؟ بيعلمنا إننا لما نطلب حاجة نطلب بزيادة. وأنا الحمد لله رب العالمين، كل اللي طلبته من ربنا إداهوني. ربنا يزيدك يا باشا. ما تقاطعنيش لما تكون بتكلم، ما تقاطعنيش خالص. أني آسف. ماشي. بس ده مش معناه إن الدنيا سايبة وكل واحد ياخد اللي هو عاوزه من غير ما يدفع التمن. أنا التمن اللي بدفعه كبير، كبير أوي يا هوجن. أنا حياتي معرضة للخطر، عشان كده اللي بيشتغل معايا اشتغل بجد، ما عنديش هزار. ما حبيت أقول لك الكلمتين دول قبل ما تستلم شغلك. هوجن مش جاي يهزر يا باشا. والحرس اللي عندي دول حياتهم معرضة للخطر أكتر مني، دول حائط الصد اللي المفروض بيحميني. طبعا يا هوجن احنا بناخد بالأسباب، وفي الأول والآخر الله خير حافظا. ربنا يقدرني يا باشا، ده أني أفديك برقبتي. انت ترتاح في الشغل معايا يا هوجن، بس أنا عايزك تنسى الماضي ده كله، تنسى حياتك القديمة دي خالص، أنت دلوقتي بني آدم جديد. أهم حاجة يا هوجن إن يبقى عندك ضمير ودين وعينيك مفتوحين وقلبك ميت. كله موجود يا باشا. هو أني ينفع أتكلم؟ آه، أتكلم. لا مؤاخذة في السؤال، سعادتك راجل محترم وبتاع ربنا، مين دول اللي عاوزين يأذوك؟ ومخلينك لا مؤاخذة يعني عايش مرعوب وفي وسط رجالة وأسلحة وكاميرات؟ والله سؤال وجيه. يا هوجن يا حبيبي، أنا راجل شغال في السوق، والسوق ما بيرحمش، يعني ممكن يجي لك الخطر من أي ناحية، من ورا شجرة، من عربية معدية جنبك في الشارع، من ورا شباك باب. المهم يا هوجن انك لازم تكون مستعد.